شاء الله. والماء ما يجينا نتم مدارين البادين تحت الربينة من منوي ولا يجينا قطعة. المقاطعات الماء ما هو فيها ناس تعبة كاملة، والماء ما هو خلوارك 4 أيام ما هو خالي. طالبين من الحكومة الناس ترد للمناس عطاشة خلال عطاش خارج نظرك 3 أيام باليوم نحن هنا عطاشة مشوارجين بعيد نحن نجيب الماء عطاش خارج تبارك الله ناس تمشي من شردوك ورا الولاية وإحنا هذا نطيحنا لقرق ولا رينا نظرك أنا بدخل ربينات مرضي عن أسبوع وجيني ليلة واحدة ونملى منه 10 بوادين وتقطع. اعتذار لهم كاملين، اعتذار للمواطنين الموريتانيين اللي منهم المقصود اللي منهم اللي في الداخل، بان نعرف عن الداخل زاد هو في مشاكل الماء، مشاكل عطش في اسهم القرى والمدن الكبيره والصغيره. نعتذر لهم عن كامل، وأركاتية لا نحاول ان شاء الله ننقصوا بشكل لا باس به من معاناتهم، ولكن اعتذار لهم كاملين.